النهارده هنعرف ازاي انطق الكلمه دي. انا مروه نواوي and you're watching accent buzz. خدنا في حلقات قبل كده الرولز المختلفه بتاعت حرف التي، وقلنا ان من ضمنهم حاجه اسمها stop تي، وستوب تي قلنا ان هي بتتنطق شبه الهمزه كده بالظبط. النهارده هناخد رول تانية لحرف التي، لما التي بتيجي في حاجة اسمها تي شوا ان كلاستر، وكلمنا على الشوا ويعني ايه شوا، وقلنا ان الشوا ده هو الفاول ساوند لما بيبقى unstressed فبيتنطق زي ال very relaxed very short very fast. فلما يجي عندنا كلمة فيها ال T شوا N cluster بتبقى ال T بتقلب stop T. فاحنا دلوقتي عندنا كلمة زي cotton، احنا قبل كده خدنا ان لما ال T يجي بعدها سواء هي T واحدة او ال double T يجي قبلها vowel sound وبعدها vowel sound usually بتتنطق flat T. احنا بنكسر القاعدة لما يبقى عندي في T شوا N cluster التلاتة مع بعض. فبدل ما بقول cotton انا بطلع بلساني علشان اقول حرف ال T اللي بقلبه همزة cotton 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 ball cotton. لو حبيت اقول كلمة mountain mountain ممكن انطقها mountain عادي، او ممكن انطقها بال T شوا and cluster. انا عندي بعد ال T A I N بس هي تتنطق بسرعة mountain ten ده قلنا اللي هو الشوا sound. والطبيعي في الكلمة ديت ان انا اعمل drop ال T لان هي جت بعد ال M، بس في هنا exception فانا بدل ما انطقها mountain بال churchy او ال T الحقيقية يعني اللي هي ال في ناس بيسموها انجلش تي، فهقول mountain. That new mountain bike? But I didn't have a mountain. I had a newsroom and a camera. Sentence انا ممكن اقولها بالطريقتين، ممكن اقولها sentence وممكن اقولها sentence. Sentence. طيب لو قلنا certain و curtain نفس الكلام، هنلاقي ان 10 اللي جت في الاخر كانها بتقول 10 كر 10 سر 10. فالتي شوا ان قلنا التي هنا بتبقى ستوب تي، فبدل ما اقول certain هقول certain. كرتن كرتن كرتن. التي شوا ان كلاستر بنلاقيها موجوده كتير جدا في وسط الامريكان انجلش زي important 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 و important انا ممكن انطقها بال T اللي في الاخر important، او ممكن drop the T علشان احنا قلنا ال T اللي بتيجي بعد ال N بتبقى drop T، فاقولها important important واقف عند ال N. Fantastic. Something important. That's more important. Latin. La, la, n. Latin. Latin. برضو لو انا عندي الكلمة زي height. 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 انا لو وقفت عندها هقول height. 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 ولما اقول بيعلي heighten. 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 Light. Light. Lighten. You'll lighten my life. طب بصوا بقى انا هديكوا كلمة صعبة جدا. Intermittent. Intermittent. Intermittent انا فيها 3 T's ونطقتهم كلهم. Intermittent. لو انا عايزة انطقها شوية American accent انا ممكن اقولها، خلينا نفصصها بس الاول. احنا عندنا انت ال تي اللي بعد ال ان دي dropped تي، فانا هوقع حرف التي هتبقى inner inner زي internet
interview, interesting, intermittent, then 基础 N 比点 intermittent. وعندنا ال N اللي في الآخر دي برضو dropped T. برضو حوقع حرف ال T اللي فيها. Intermittent. ده بمناسبة الناس اللي بيحبوا ال intermittent fasting. الصيام المتقطع. نسمع بقى الكلمات دي في sentences. Egyptian cotton is of the highest quality. I'm not quite certain if she's gotten the right curtains. It is so important to be patient, passionate, persistent. Romans have always used the Latin numbers. We have to heighten our performance. You lighten my life. Still, عندنا exceptions للتشوى and cluster. ليه هي كده؟ في كلمات فيها exceptions. زي content وزي impotence. احنا عندنا التشوى and cluster موجودة في الكلمتين بس الت بتتنطق زي ما هي. طيب الحل؟ هتسمع كتير وهتنطقها زي ما هم بينطقوها بالظبط. If you love this video, don't forget to like it, share it like this, and subscribe to the channel. And hit the notification button. See you in the next video.